أعتقد على أن قدر الحساء إلى جانب إمارة البئر يشكلان معا ضلعة ثنائية سردية طويلة تشتغل على بعض القضايا المشتركة في الصحراء، فيما أسميه أدب الصحراء. يمكن نكون على صواب، يمكن نكون أيضا على قدر من سوء التقدير في موضوع أدب الصحراء، ولكن اسمح لي نقول لك على أنه من يشتغل على الصحراء بتيماتها المختلفة بمواضيعها المختلفة يمكن أن يندرج في سياق أدب يسمى أدب الصحراء، كما درجنا على أن نسمع عن أداب أخرى اشتغلت على مناطق جغرافية مغلقة، كما اشتغلت على تيمات فلسفية ربما أو تصوف أو غيرها. فقدر الحساء يشكل إذا شئت الاستمرارية في مسار حكي حول تيمة معينة استأثرت بالاهتمام على كل حال في الجزء الأول، وأتمنى أن يكون هو نفس القدر من الاهتمام في الجزء الثاني. هناك تجارب سبقتني للاشتغال على تيمة الصحراء كما قلت من زوايا مختلفة، والتجارب هذه يمكن أن تشكل اليوم في رأيي تراكما مفيدا على الأقل للتأسيس لهذا المشروع البحثي الذي نبحث عنه في مسارات التعليم العالي، التعليم المتخصص، المراكز البحثية الجامعية التي تشتغل على قيم ومجال الصحراء بمختلف اهتماماته. ثم إذا يعني نظرنا لتجربة مثلا الخليج العربي من خلال الأستاذ عبد الرحمن المنيف رحمه الله، أو المغرب العربي من خلال تجربة إبراهيم الكوني، نجد أن الكاتبين معا احتفيا بصحرائهما بما رآه كل واحد منهما مناسبا. أنا اليوم أتقفى هذا الأثر لأحتفي بصحرائي بطريقة التي أراها مناسبة، بما وضعته لنفسي من معايير تحترم معايير الكتابة الروائية، ثم أيضا ما أستطيع أن أقول على أنه اجتهاد متواضع لنقل الأثر المكتوب الذي يحتفظه الناس خصوصا الشيوخ في وجدانهم في قرائحهم في قلوبهم، وهذا الأثر دائما مع الأسف يندثر مع رحيل أصحابه. لذلك أجتهد على قدر استطاعتي على قدر إمكانياتي في أن أنقل هذا الأثر إلى ورق، إلى أثر مكتوب يستفيد منه الدارسون والباحثون. وهذا طبعا فيه تقاطعات أيضا مع الهوية المغربية الجامعة، مع روافد هذه الهوية المغربية الجامعة، وأدب الصحراء يمكن أن يشكل دفعة نوعية لتعزيز الشخصية المغربية. قدر الحساء حسب ما جاء في تصدير الناشر تأسست على استمرارية السرد بسلاسة وسهولة، مع أنها شكلت لنفسها شخصية مستقلة. في هذه الثنائية يسير الراوي ليتابع الأحداث بتواتر سهل، ولكن في نفس الوقت يستحضر الأحداث السابقة بنوع من التقنية، استرجاع بنوع من التقنية وبنوع من الحرفنة في الرواية من دون أن ينزعج القارئ أو يحدث له قلق في قراءته لتواتر الأحداث. فنستدعي تقريبا كل الشخصيات التي وردت في إمارة البئر، نشتغل على هذه الشخصيات، نطور مدركاتها الجماعية، ثم يصير هناك أيضا نوع من التدوير الدراماتيكي في بعض الشخصيات التي يصبح لها موقعا أكبر كسائق تجاني، ولا أريد أن أستبق الخراء. ثم أيضا مصير المغيفري في تقاطعاته سواء مع سهر الشراد أو مع سهر القبطان منصور، أو في علاقته بدريديحة زوجته، أو في علاقته بالمجتمع بشكل عام، فتتواتر الحكاية بنوع من السلاسة لتصل في النهاية إلى نوع من الخروج أيضا السهل الممتنع من التيمة التي اختارها الكاتب لهذه الرواية. أنا أقول على الكاتب نعم ابن بيئته، ولكن أيضا ابن واقعه واهتماماته وربما وميلاته الفكرية والمرجعية وما إلى ذلك. وأعتقد على أن من مزايا الأدب
أنه يتيح للأشخاص مثلي اللي عندهم واجبات التحفظ في مهامهم، يعطيهم مساحة أكبر أنه يعبر عن بعض الأفكار وبعض الرؤى. وهذا المجال أنا يعني أستثمر لبناء في إطار ما أعيشه وما عشته في حياتي من قيم أعتقد على أنها قيم جميلة جدا، قيم مؤسسة لحياة الناس، لعلاقاتهم الاجتماعية، لصلة الصغير بالكبير، لصلة السيدة بالسيد، لصلة الزوجة بالزوج، لصلة الناس وحياتهم اليومية. هذه كلها أشياء وقصص تجتمع في الصحراء لتكون قصة قابلة لأن تروى، لأن فيها ماشي فقط القيم ولكن أيضا فيها أشياء كثيرة دقيقة، تفاصيل يستطيع الإنسان اللي ما عاش في بيئة صحراوية أن يكتشفها، ثم ربما أن يبني عليها حياة أخرى قد يستفيد منها طبعا أجيالنا الذين لم يعيشوا أطوار لعبة العجلة بالحديد وأطوار يعني استغلال الماء بشكل مرشد، أو أطوار مثلا السفر إلى آخره. فهذه كلها أشياء استطعت بتواضع أيضا أن أنقل بعض ملامحها، بعض صورها لقارئي حتى يكتشف الصحراء التي أحب.